وصول بث إلى خط النهاية. ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند صاحبة كاس في العام الماضي في عاصمة الميادين ميدان الوثبة وصاحبة سيارة في مهرجان المؤسس تكرر الإنجاز تلو الإنجاز لا جديد على هذه البطلة. تهانينا والف مبروك والمغامر سعيد بن بطيف. 12 دقيقة 27 ثانية 13 جزء من الثانية والعصا في البطان. تهانينا والف مبروك. ثاني المراكز كان الحضور من قبل حربية أدت أداء يشكر عليه. سلمان بن سعيد الفسل 12 دقيقة 27 ثانية و69 جزء من الثانية. ثالثا شاهدنا وإياكم شعار بن منانة سالم بن سعيد بن منانة الكتبي 12 دقيقة 29 ثانية 81 جزء من الثانية مع امتياز. تهانينا والمبروك على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار. التحية تتجدد واللقاء يستمر بكم متابعينا في كل مكان. أسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة وسرور. انطلق من قبل لحظات شوطنا الثامن عشر المخصص لسن الثنايا ولفئة الإبكار المسافة هي 8 كيلومترات الفاصلة عن السيارة النقدية وعن ناموس في هذا المهرجان مهرجان الأمير الوالد حفظه الله ورعاه وأطال الله بعمره يا رب العالمين. أبدأ بداية إلى غلا محمد بن سالم بن جابر بن فاران يقدم لنا غلا القائد لهذه المسيرة. المركز الثاني أتابع التدخل من قبل سدرة حمد بن قانم بن سلطان الهديفي يقدم لنا سدرة ويتحرك مع شعاره إلى المركز الثاني. بينما المركز الثالث أتابع كذلك التحرك في هذه الأثناء من قبل الحاضرة والقادمة الشبابية أحمد بن سعيد بن أحمد بن دري الفلاحي يقدم الشبابية قادمة إلى المركز الثالث. أما المركز الرابع فأتابع كذلك الحضور من قبل ذهول أحمد بن محمد بن سعيد العامري يقدم لنا ذهول على المركز الرابع. المركز الخامس كذلك تدخلت وحضرت على المركز الخامس المارية محمد بن زايد بن محمد بن زايد المنصوري يقدم المارية مرحبا بشعار المنصوري مرحبا القادم على خامس المراكز يتقدم إلى المركز الخامس ويتحرك إلى المركز الرابع. هكذا متابعين الأعزاء هو ندانا الأول لهذه الأسماء الحاضرة مع هذا الشوط بالتحديد. تحضر أسماء كبيرة لها إنجازاتها وصولاتها وجولاتها في كل ميادين الخليج. بينما عودة إلى غلا في هذا الشوط القالي يا بن فران في شوط السيارة النقدية وفي هذا المهرجان القالي محمد بن سالم بن جابر بن علي بن فران يقدم لنا غلا تهيمن وتسيطر وتتحرك على المركز الأول. بينما سدرة تحضر إلى المركز الثاني لحمد بن قانب بن سلطان الهديفي الكواري يقدم لنا شعاره يتحرك مع تحركات سدره مع المركز الثاني. بينما تابع المنصوري من المركز الخامس يتحرك إلى المركز الثالث ليقدم لنا المارية حاضرة بكل قوة. محمد بن زايد بن محمد بن زايد المنصوري يتقدم المنصوري في هذه الأثناء فيا
ليالي تاريخ. هذا الشعار يا اخوان يا هي اسماء قدمها في عالم الهجن، يتقدم ليعود بالامجاد، يتقدم ليجدد اللقاء بالمحبين والعاشقين لهذا الشعار الحاضر الى المركز الثاني، ليقدم لنا المارية تتقدم الى المركز الثاني. المركز الرابع يتقدم شعار الشاعر ليقدم لنا هنالك الشبابية حاضرة ومتواجدة ومتربعة. على رابع المراكز احمد بن سعيد بن احمد بن دري الفلاحي، يتقدم الفلاحي. على رابع المراكز المركز الخامس، اتابع كذلك التحرك في هذه الاثناء والقدوم والوصول من قبل الحاضرة والمنطلقة ذهول أحمد، يتقدم هنالك ليقدم لنا شعار أحمد بن محمد العامري، يقدم لنا ذهول في هذه الأثناء. على خامس المراكز وبينما أتابع التدخل في هذه اللحظات، وصلت هنالك مخيفة سالم بن سعيد بن منانة بن قدير الكتبي، يتقدم في هذه اللحظات إلى المركز الخامس. وما قبل الخامس أتابع أسماء قادمة، أتابع هنالك الحضور من قبل شعار المنصوري، بينما نعود وإياكم حيث انتصفنا المسافة وقلب فاران، وكذلك مارية المنصوري وسدرة حاضرة بشعار الهديفي، وكذلك الشبابية مع المركز الرابع بشعار بن دري الفلاحي. يقدم لنا الشبابية حاضرة بقوة في هذا الشوط، في هذا الشوط ما قبل الختام. أتابع الجماهير المتابعة لهذه الانطلاقة مع سن الكبار حيث تحلو المنافسة، فكيف لا تحلو بحضور العمالقة، فكيف لا تحلو بحضور الأطفال، فكيف لا تحلو بحضور الخبراء، فكيف لا تحلو بحضور المبدعين والمنجزين. أتابع هنالك التقدم من قبل سدرة، تتحرك على المركز الثالث حمد بن قانب بن سلطان الهديفي، يقدم لنا شعاره. والشبابية تتحرك على المركز الرابع، أحمد بن سعيد بن دري الفلاحي بن منانة، حضر يا أخوان بن منانة في هذه الأثناء ليقدم لنا مخيفة والخوف من شعار بن منانة، أحد الأسماء الكبيرة، وكذلك صالة وجالة وحصد الرموز والعديد من الإنجازات. حاضر بن منانة بكل قوة، يقدم لنا مخيفة. قدموا كل ما لديكم أيها المشاركين في هذا الشوط ما قبل الختام. ينطلق هنالك مع المركز الخامس هكذا مرارا وتكرارا لهذه الأسماء، وبدأت المعركة تشتد، وبدأت المعركة تحلو، وبدأت الأسماء بالحضور والقدوم إلى وسط المعركة، بينما قلب فاران قلا ما شاء الله يا هذا الشكل الجميل والانطلاق الأجمل من قبل قلا. محمد بن سالم بن جابر بن فاران يقدم لنا قلا قائدة لهذا المسار ومتحكمة بقبضة الصدارة. هنالك تتقدم بكل متانة، تتحرك بكل صرامة، وكذلك أتابع الحضور من قبل المارية. وصلت المارية، محمد بن زايد بن محمد بن زايد المنصوري يقدم المارية، وصل شعار بن منانة، وصل في هذه الأثناء ليقدم لنا مخيفة.
تتحرك مخيفة على المركز الثالث مع شعار بن منانة، بينما الشبابية ما زالت تتربع على رابع المراكز هنالك بشعار بن دري الفلاحي، وكذلك المنصوري يقدم شعاره يتحرك إلى وسط المعركة بتقدم من قبل عوايد أحمود بن مبارك بن سلمين المنصوري يقدم شعاره، وأيضا أتابع الانضمام والحضور من قبل عون علي بن سالم الدرعي يقدم عون، بينما قلا 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 بن فاران يقدم قلا يتحرك بتحركات قلا بإطلالة قلا بهذا الشكل الجميل يا أخوان، مع قلا حاملة لرقم واحد وتحتل المركز الأول، بينما المنصوري يقدم المارية بتحركات من قبل محمد بن سالم بن فاران. هنالك القادمة والحاضرة وصلت في هذه الأثناء وانطلقت المارية تتقدم، محمد بن زايد المنصوري يقدم المارية بن منانة بن منانة يحضر هنالك ليقدم شعاره بتحركات مخيفة تتحرك في هذه الأثناء، والكوع الأخير الفاصل عن السيارة. أيها العمالقة أيها العمالقة أمتعوا الجماهير المحبة لهذه الشعارات الحاضرة، تقدمت عوايد، عوايد بن سلمين يتقدم في هذه الأثناء، وتدخلت الشعارات الكبيرة يا محل المعركة. شكرا أيها العمالقة، قدموا كل ما لديكم في هذا الشوط، بينما قلا والأمتار الأخيرة 900 متر الأخيرة يا مالك غلا، ما شاء الله ما شاء الله يحضر غلا، بينما هنالك عوايد المنصوري وكذلك بن منانة بن دري الفلاحي، بينما تابعوا تحركات غلا محمد بن سالم بن جابر بن فاران يقدم قلا، أبناء الشحانية يتقدمون، بينما عوايد المنصوري بن منانة بن منانة يتحرك إلى المركز الثاني ليقدم مخيفة السيارة لمن من هذه الأسماء، غلا والعصاب الأبطان والتحركات تلقائية تلقائية بحضور غلا 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 غلا، هذا الحضور وإلا فلا، هذا الحضور وإلا فلا، بينما بن دري الفلاحي وكذلك التوضحية لخليفة بن سلطان الدوسري، ما بين بن فاران ما بين الفلاحي ما بين الدوسري واللحظات الأخيرة غلا 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 غلا، تهانينا تهانينا لك يا بن فاران على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار، أرفع لك عقالي على هذا الأداء الكبير التي قدمته قلا من البداية وحتى النهاية. سلام يا بن فاران، سلام السيارة تحققها قلا بكل جدارة وبكل استحقاق المركز الثاني. المركز الثاني التوضحية خليفة بن سلطان بن ضابط الضابط الدوسري، المركز الثالث المركز الثالث الشبابية أحمد بن سعيد بن أحمد بن دري الفلاحي، المركز الرابع المركز الرابع المارية محمد بن زايد المنصوري، المركز الخامس المركز الخامس مخيفة سالم بن سعيد بن منانة الاكتبي. هكذا متابعينا في كل مكان حضرت هنالك غلا من البداية وحتى النهاية لمحمد بن سالم بن جابر بن فاران، قطعت المسافة في زمن وقدر 12 دقيقة 28 ثانية 13 جزءا من الثانية. تهانينا على هذا الفوز وعلى هذا الناموس، كذلك أتت مع ثاني المراكز الشبابية لأحمد بن سعيد بن دري الفلاحي، التوقيت الزمني 12 دقيقة 28 ثانية 69 جزءا من الثانية، بينما المركز الثالث حضرت التوضحية لخليفة بن سلطان بن ضابط الضابط الدوسري، التوقيت الزمني 12 دقيقة 28 ثانية 99 جزءا من الثانية.